السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمناكم تكونوا في كلكم في أمان الله وفي صحة جيدة، وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وكنبداو بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيك اللي كيجي محشو، وكتجي زوينة ولذيذة وباردة في هاد الصيد، يعني كتجي زوينة وكتجي مرطبة. الحشوة اللي فيها اللي هي مميزة بالحشوة اللي فيها. اول حاجة بسم الله على بركة الله، غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، غادي نديرهم. انا نحب ندير المقادير وفي نفس الوقت نبدا في العملية ديال الكيك. بسم الله، عندنا كيف ما قلنا 3 ديال البيضات، عندنا 3 ديال البيضات، غادي نديرو معاهم شويه ديال الملحه طبيعة الحال، قبيصه ديال الملحه، وعندنا جوج معالق صغار ديال الخل. والخل كيف ما كنعرفو كيرطب الكيك وكيطلعو وكيحيد منه حتى ديك الزفوره ديال البيض. غادي نطربو الخليط مزيان، بسم الله. غادي نديرو، انا اضطريت باش نسكت باش نقول لكم اشنو غادي ندير. غادير هاد الكاس ديال السنيده، عندنا كاس ديال السنيده، وعندنا قياس كاس لاروب ديال نيدو، حليب نيدو. اللي ما عندوش راه كيدير كاسونس ديال الحليب العادي. وعندنا كاس ديال الزيت. المهم هاد المقادير كامله غادي نديرها. غادي يبقاو ليا الخمارات، عندي جوج ديال الخمارات وعندي فاني. المهم دابا غادي ندير الفاني، نديرو السنيدة، نديرو الفاني، ونديرو نيدو.
غادي نكمل التطراب ديال هاد العناصر مزيان، غادي نطربهم مزيان، ومن بعد غادي نزيد الطحين. عندي جوج كيسان وحتى جوج كيسان ونص ديال الطحين على حسب النوعيه ديال الطحين. نتوما عارفين القوام ديال الكيك كيفاش كيكون. ومن بعد غادي نزيد هاد جوج الخمارات اللي عندنا، غادي نطرب مزيان حيت السر كاين في التطرب، باش كتجينا الكيك ديالنا كتجينا رطبه بزاف ولذيذه. المهم انا غادي نطرب مزيان وعاد نزيد الطحين ديالي وانتم كتشوف. الكيكه ديالي ما بغيتش نبقى نصدعكم بالتطراب، اضطريت على انني نحيد هكا هذا الصوت حتى نكمل عاد نوريكم كيفاش القوام ديال الكيك ديالنا. انا غادي نحيد هاد الطراب. ها هي دابا الكيكه ديالنا كيفاش كتكون. راه كلنا كنعرفوا كيفاش لا تيكستور ديال الكيكه، وكيف ما قلنا راه التطراب تيلعب دور كبير في الكيك. كتجينا طالعه وكتجينا رطبه بزاف. ها نتوما كيف ما كتشوف راه تجي كريميه بحال هذا الشكل هذا. صافي غادي نفرغ هذا في المول. انا درت له هذا المول هذا اللي تيتحل، درت له هذا المول هذا اللي تيتحل، خديته فرجت فيه الورق ديال الزبده ورشيته بالدقيق والزيت. صافي ملي كملت رانا غادي ندير فيه الكيك ديالنا هذا الخليط. وانا صبت العيديه باش كتفرغ من داك الهواء ديالها بالطريقه هذه حتى كنفرغوا الخليط كامل، ما كنخليو والو حتى في هاد الجبانيه اللي خلطنا فيها. صافي وغادي ندخل الكيك ديالي للفرن، غادي نخليها حتى طيب مزيان، اما فرن غازي او فرن ديال الضوء المحلو على حساب اللي عندها. صافي وغادي دابا نتلاقاو ان شاء الله باش غادي نشوفوا الكريمه اللي غادي تجيني مع هاد الكيك ان شاء الله. غادي ندخل الكيكه ديالي ونعاودو نتلاقاو. دزنا دابا الكريمه من بعد ما خلينا الكيك ديالنا طابت. دزنا دابا الكريمه، غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي نحتاجو فيها ثلاثه ديال الساشيات ديال الشوكولات ديال هاد البودره ديال الشوكولا. غادي نحتاجو كاس كبير ديال الحليب
واللي بغات الكميه كثيره راه كتضاعف هذه المقادير. كاس كبير ديال الحليب، عندنا معلقه كبيره ديال الزبيده، وعندنا خمسه عندنا اربعه المعالق ديال السنيده والسكر كيبقى حسب الذوق، وعندنا ثلاثه المعالق ديال النشا حيت كنحتاجوا هذه الكريمه تكون شاده راسها وواقفه. ونقدروا نزيدوا شويه ديال بودره ديال الكاكاو الا ما كانش عندنا لون بهادو، نقدروا نزيدوا شويه ديال بودره ديال الكاكاو. بسم الله على بركه الله غادي نديروا هذا الحليب هو الاول. بسم الله غادي ندير سنيده وغادي ندير النشا كيف ما قلنا. هذه الكريمه راه تتكون شاده راسها واقفه. وكنشكر كاع البنات اللي تيسولوا فيا و تيكومونطيو ليا و تيدعموني، كنشكر كل المشتركين معايا وكل من شاف الفيديو اول مره. كنتمنوا انه يدخل عندي ويدير لي تعليق ويابوني تابون معايا باش نزيدو نعطيو مزيد مزيد من الوصفات ان شاء الله. ها معلقه الزبده حتى كان يطبخ لينا هذا الخليط عاد كنزيدوها، كنديروا الساشيه الاولى. وهذا الشيء كله كيف ما قلنا كيكون في الحليب بارد. صافي هذا الشيء، وغادي نحرك هاد العناصر هما في الحليب بارد، نحركهم مزيان ونشوف الى عطاوني لون. راه كنخليه هكا ما عطاونيش لون مزيان، راه غادي نزيد واحد شويه ديال البودره ديال الكاكاو غير شويه باش ما تعطيناش ديك المروره. صافي غير شويه باش تعطينا حتى اللون، وكنضربو مزيان هاد الشيء حتى ما تبقى لينا فيه حتى شي كويره. صافي غنضربو هاد الشيء مزيان، واللي بغا تزيد فكاه اكثر كتقدر دير فيه واحد الحبيبه ديال الشوكولا مني يطيب لينا هاد الخليط كنطبخوه مزيان كيعقى لينا، تنزيدو فيه دوك خمسه الشكيلات ولا اربعه راه حتى هو تيعطينا نكهه زوينه. انا كنكتفي بهاد الشوكولات بودر، الا كان متوفر راه متوفر، ما متوفرش راه ما كاينش عندي. صافي كيف ما كتشوفوا حركنا هاد العناصر كاملين، غادي نحطهم فوق البوطه وغنعاود نرجع معاهم. من بعد ما حطينا دوك العناصر ديالنا كاملين فوق البوطه غنخليو هاد الزبيده حدانا باش ما ننساوهاش. هذا صافي كملنا منه، غادي نجي لهاد الكيك ديالنا. نتوما كيف ما كتشوفوا انا راه ما تنبغيهاش طالعه بزاف، من افضل تجي هكايا باش ما باش كتجي ديك الكريمه فيها باينه، يعني ما تجيناش ناشفه. وانا تندور هاد الموس، رانا عارفه ما غاديش يوصل ليا الوسط، ولكن انا غادي نقطعها في الاخر بالخيط كيف ما تنعرفوا. صافي انتما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا الكيكه راه كتجي زوينه وخفيفه، ضروري غادي نسقيها بشويه ديال الحليب. صافي كملت قطع ديال الكيك ديالي، بسم الله غادي نجيب واحد الخيط نقي ديال كوزينه. هانتوما كتشوفوا غادي نمشي للبلاصه اللي قطعت فيها الموس وغادي ندخل الخيط ديالي، غادي نخالفو. صافي بحال هكا وهي تقطعت لينا الكيك ديالنا. ما ننساش الكريمه نحركوها باش ما غادي نجيب شي تبصيل اخر باش ندير فيه النصف الثاني. بسم الله شوفوا الكيكه راه كتجي خفيفه 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 بزاف، ما تجيش ما تجيناش مدقصه بزاف، كتجينا خفيفه من الوسط. غادي نسقي غير واحد شويه ديال الحليب ماشي بزاف،
كيف ما كتشوفوا راه رطبه هي ديجا. حليب عادي يكون بارد راه كنسقي به الكيك ديالي مع الجنب باش ما كتجيناش قاصحه وناشفه. ونركزوا على الجوانب اكثر باش ما تجيناش ناشفه مع الجنب حيت الوسط غادي تجينا الكريمه. وحنا تنصوبوا في هذه العمليه وحنا تنحركوا في الكريمه باش ما تكعلش لينا داك الكريمه ما شديتش لنا كويرات. صافي غادي نسقي الكيك من بعد ما غتوجد ليا الكريمه ديالنا غادي نعاودو نطلقها باش نشوف كيفاش غنديروا ليها فوق الكيك. صافي نسقيت هذا النص غنسقي هذا النصف الاخر حتى هو. شوفي كيفاش كتجي راه كتجي زوينه وكتجي خاويه من الوسط مفخفخه بزاف وكتجي رطبه يعني السر في هذاك التراب يعني خصنا نطربوها بزاف. وحتى في المقادير كيخصنا نديرو المقادير مضبوطه راه غتخرج لنا الكيكه مزيان. وانا راه ما حاجتيش فيها باش تكون طالعه على حساب هاد الكريمه راه كترطبها وكتجي باينه فيها يعني ما حاجتيش في الكيكه تكون طالعه. ندير غير هاد الجوين به صافي. كنتمنى ان كلشي يكون مفهوم وتجربوها وتردوا عليا الخبر كتجي فنه 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 هاد الكيك. والزينه تيبقى اختياري من الفوق كل وحده وباش كتبغي تزين. صافي هنا كملت غادي نحرك الكريمه كيف ما قلنا بعد ما غتوجد ليا الكريمه غادي نعاودو نطلقو باش غنديرو في هذاك الطريف ديال الزبده معلقه كبيره تقريبا ديال الزبده وغادي نذوبها فيها مزيان في ديك الكريمه وعاد غادي نوريكم كيفاش غادي ندير لها فوق هذا الكيك. ها هي من بعد ما وجدت ليا الكريمه كيف ما كنقولوا راه كيخصها تكون شاده راسها مزيان. غادي نفرغها فوق الكيك ديالي وغادي نسرحها بحال هكا. غير عشوائي راه هي من بعد راه غادا هذيك راه غير المعلقه ديال الزبده اللي درت بها الزبده هي هذه. باش ما يخرجش لينا داكشي مع الجناب داكشي علاش انا قلت لكم الكريمه شنو تكون واقفه وشاده راسها. هانتوما كما كتشوفوا غادي ناخذ هذه الطبقه الاخرى وغادي نحطها على غير بشويه بسم الله وغادي نضغط بشويه بشويه غير بشويه بحال هكا حتى كتجي على الجناب. غادي نزينها نكمل التزيين ديالها وكل ما التزيينه راه تيبقى اختياري غادي نكمل التزيين ديالها ومن بعد غادي نتلاقاو ان شاء الله. ها هي الكيكه ديالي من بعد ما وجدتها راه زينتها بشويه ديال داك دانيت اللي بقى ليا هذاك راه ممكن نديرو دانيت الوليدات ونخبيو لهم في الثلاجه راه حتى هي الكريمه ديال دانيت هذيك. صافي انك زينتها بشويه ديال داك الكريمه اللي شاطت ليا من الفوق ودرت لها شويه ديال لوز ايفيلي. كاين اللي تيبغي يدير شويه ديال كريم كراميل هكا كيزيكزاكيها ويدير لها لوز ايفيلي ولا المهم انا غادي نقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل راه كتجي زوينه وكتجي لذيذه بهاد الكريمه اللي درت ليها كتجي غزالة وكنتمنى انها تعجبكم وتجربوها راه غادي تعجبكم. انا
انا 100% انني متاكده انها غتعجبكم، وها هي راه مجربه قدامكم. انا راه ما سمحت شي حاجه في القناه حتى كتكون مجربه. ها هي الكيك ديالنا، كنتمنى انها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم وبصحتكم وراحتكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.